انتوا اثنينكم من عوائل فنيه طبعا. غسان انت يعني اخوك الفنان والنجم اللي كنا نحبه عدنان بريسن شموسه بغيره، وايضا خالك حسن بريسن، حسن بريسن الفنان الكبير، فعائله فنيه. ايضا طيف انت والدك هو جاسم البغدادي كان فنان بالثمانينات وبعد الزواج اعتزل وحول لغير شيء، لكن يعني بيوت فنيه. زين انا دائما ببالي سؤال، هل هو الفن يتورث لو جينات لو شلون؟ طبعا الموضوع جينات وفكر ووعي، وانت من انت صغير تسمع انه اخوك عدنان بريسم وخالك حسن بريسم فتوعى على هذا الموضوع، ناس تعزف وناس تغني ناس تلحن، فيصير الهام فيصير شغف بالموضوع، فلازم طبعا. يمكن بالنسبه لطيف والده كان معتزل وساد هاي الباب، انت لا كانوا بعدهم يشتغلون. بالعكس انا عدنان كان معارضني ما يخليني. هم كان معارضك؟ بالضبط. ليش؟ دائما ينصحني هو اكبر مني. طريق مهلك ومتعب وسفر وغربه وما تشوف اهلك وبمصاعب هوايه، فاكو اكو هواي امور غير هاي الشغله. فحاولت انسى هذا الموضوع، رحت اشتغلت، رحت كل شيء سويت، حتى في فتره من الفترات دخلت دوره قناه العراقيه مونتير، هم كنت احب الانتاج والتلوين والكذا. تبعد نفسك ترد عن الغناء بس يعني. ما قدرت الى ان قمت اطلع من وراهم حفلات بدون ما يدرون. اليوم شنو رايهم بك عدنان؟ نعم أو الحمد لله فخور بيه ابو شموس. الحمد لله. طيف انت والدك هم ذكرت انه كان معارضك كلش، اليوم اقتنع لو بعده لو شنو الوضع؟ لا مقتنع الحمد لله، هواي مقتنع. شو الضحكه ما تقول لا ماكو شيء الجانب.